بلا هوادة تعمل خليات الأزمة في منطقة جزين، وذلك لتأمين سلامة أبناء المنطقة وحمايتهم من الوباء المستجد كورونا، وهذه هي الإجراءات المتخذة. نحن عن بداية الأزمة من تقريبا شهر ونص ألفنا خلية أزمة بمنطقة جزين، مؤلفة من الطبيب القضاء، من المستشفى، من الصليب الأحمر، من النواب ومن الأحزاب، وأخذنا الإجراءات اللازمة على صعيد المنطقة كلها سوا، وجهزنا مستشفى جزين تيكون متحضر لاستقبال حالات كورونا. هي تقريبا من 3 أسابيع خلصنا الشغل بواسطة تبرعات من خيرين من منطقة جزين، قدرنا نجمع مبالغ وقدرنا نشتري كومبريسور ونجهز 5 ريسبيريتورز في حال صار في عنا مرض كورونا بمنطقة جزين. المستشفى فيها تستوعب تقريبا 25 مريض بكورونا. حد المستشفى، في المستشفى القديم رح يكون مركز حجر صحي في حال عزناه. كمان جمعنا تبرعات ورح نبلش نجهزه ابتداء من هالأسبوع إن شاء الله، وبالتالي بكون مركزين، مركز استشفى ومركز حجر صحي. هلا الإجراءات اللي أخذناها على الطرقات ما رح نتراجع عنها هالأسبوع. الإجراءات بعدها هي زيتها، في حواجز على الطرقات، في تعليمات وتوجيهات عم نعطيها للمواطنين، في دوريات على المحلات والأسواق التجارية، وخاصة في متابعة مع كل بلديات المنطقة، مع كل رؤساء بلديات المنطقة، حتى نأكد أنه الإجراءات كمان عم تطبق بحذافيرها بكل البلدات. بخصوص فحوصات البي سي آر، صرنا عاملين تقريبا 300 بمنطقة جزين. من 4 أيام عملنا 238 فحص، نتج عنهم حالة واحدة إيجابية من بلدة عزور. نحن هلأ عم نتابع مع هالحالة تنشوف الأشخاص اللي اختلطوا معها، هي كانت حاجة حالة لأنه كان جاي من برا من أمريكا، وإنما واجبنا نحن رح نعمل حسب إجراءات المتبعة من وزارة الصحة، رح نتابع معها، عم نعمل تريسيك لكل الأشخاص اختلطوا معها، المعقول يكونوا اختلطوا معها، ورح نبعت وراهم على فحص البي سي آر. في شغلة مهمة كمان لازم أقولها، أنه فحوصات البي سي آر ماشي على طول عنا. أول شيء ألزمنا كل أصحاب المحلات الثمانية والتجارية بمنطقة جزين واللحامة يعمل فحص، واللي ما بيعمل فحص بيتسكر محله تاني يوم. وهلأ كل يوم أو يومين عم نبعث وراء أشخاص معينين عنا شك أنه معقول يكونوا معهم فيروس، عم نبعثهم الفحص كمان بمستشفى جزين الحكومي، بيشيلوا الإشانتيون بيبعتوه على مستشفى رفيق حريري. وشكر حرفوش لأهالي منطقة جزين التزامهم بالتوجيهات، وكذلك أصحاب المحال التجارية واللحامين الذين يلتزمون الأسعار المعقولة ولم يرفعوها بشكل فاحش، وختم أن يدا بيد نبقى جزين خالية من الوباء.